وأنتم استمعتم وقرأتم ما قاله وزير الداخلية مؤخرا عندما قال أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لن تعود إلى الساحة السياسية، كأن الجزائر ملك لهم، ملك لهم. وعندما سئل على العبد الضعيف إلى الله عز وجل هل ما زالت الممنوعات العشر تلاحقه، قال نعم، أنا لا أعترف لا بالمحاكمة العسكرية ولا أعترف بالأحكام التي صدرت عنها، كلها أحكام باطلة لا أساس لها من الصحة، أحكام باطلة. ولكن رغم ذلك نناقشهم ونقول لهم تنزلا ومن باب الجدل، الممنوعات العشر عندها 5 سنوات وفات 5 سنوات، صحيح ولا لا؟ لماذا ذي الممنوعات؟ كل جمعة وكل 6 صباح أجد رجال الشرطة أمام المنزل، 3 سيارات 4 سيارات 5 سيارات، لماذا؟ ما هو السبب؟ عندما تقول لهم ما هو الدليل عنه؟ لماذا؟ لا أحد يجيب. احنا عندنا أوامر نلقي عليك القبض، طيب أعطوني استدعاء أنا أتيكم، خليني استدعاء في البيت نجيك. لماذا؟ هنالك من ينادي، هناك في الجزائر من ينادي وزير حكومة بالانفصال، يصول هنا في الجزائر ويأتي شمالا والله ما القوا عليه القبر، ينادي بماذا؟ بإقامة دولة، وزير في حكومة مؤقتة. وهنالك من ينادي بالمسيرات صباح مساء، لا أحد يذهب إلى أمام بيته، أقبضهم تشوفوا لككم رجال، روحوا لهم قدام الديار، هاكم تعرفوهم أنا لا أذكر الأسماء، وأوقفوهم أمام منازلهم، جايين العبد الضعيف إلى الله تبارك وتعالى، حقارين هذه الدولة، عندنا دولة حقارة، أقسم بالله العلي العظيم إذا حقارة، عن عميه، خطر هذوك من وراهم فرنسا، ومن وراهم الاتحاد الأوروبي، ومن وراهم أمريكا، احنا من ورانا الله والحمد لله رب العالمين. نحن شجاعتنا من قناعتنا بالله عز وجل ودينه وإسلامه، نحن لا نأتي بقناعتنا من الخارج، احنا مستعدين أن نموت في سبيل الله عز وجل، مستعدين أن نموت في سبيل الله. ما معنى هذا؟ سبت الأول الثاني الثالث الرابع الخامس عامين ثلاثة واش حبيتوا؟ ماذا تريدون؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ما الذي تريدون؟ أعطيني استدعاء نجيك أسي. لا إله. نجيك أنا، نجي للمركز الأمني ولا المركز تاع المخابرات ولا المركز تاع الدرك، أنا نجي برجلية. إذا عندكم حاجة عليها تفضلوا. أما عندنا كل سبت كل جمعة كل سبت هما رايحين ماجين ما هذا؟ يقول لك دولة القانون ودولة ورفعنا حالة الطوارئ.